مرحبا، أنا غيدة مرزوق، واليوم بصيرني أحكي مع صبية. فعلا هيك لما واحد بيشوف إنه صبية لبنانية قدرت تلمع وقدرت تحقق نجاح كتير كبير، وخاصة إنه بعدها بأواخر سنوات دراستها كانت، وهلأ صارت معها شهادة من الجامعة بتورونتو، وهي بتحمل شهادة الكمبيوتر ساينس والكوجنيتيف ساينس أيضا. اليوم معي لانا سنيورا. لانا مرحبا. مرحبا، كيف وانا فعلا فخوره فيك، يعني بيكبر قلبنا لما بنشوف انه صبيه بهالعمر قدرت فعلا تحقق نجاح كثير كبير، وقدرت تقدر تعمل اسم لها بهذا العمر الصغير وبخلال سنوات الجامعه. خليني بالاول احكي انه انت تركتي لبنان تقريبا بال 2013، تقريبا تركتي لبنان وانتقلتي الى كندا. صح، اجينا انا وعائلتي in about September or August على كندا، وكنا يعني كنت أنا بعدني I'm in high school، فخلصت آخر سنتين من المدرسة بكندا وبعدين رحت على الجامعة. ومن وقت لفتي على الجامعة خلص غطستي للآخر بعالم التكنولوجي، بعالم الكمبيوتر ساينس، وأيضا فتي بمجال كمان النشاط الطلابي، يعني كمان كنت دايما معنية بهذا الموضوع. قديش فعلا حسيتي حالك أنه أنت بدك تقدر تحققي كمان شيء لألك أنت وبخلال سنوات الدراسة قبل ما تخلصي حتى شهادتك؟ هلا انا من الاول يعني انا اكشلي اخذت اول درس بالكمبيوتر ساينس بالمدرسه بجريد 11، واخذته عشان امي قالت لي انه يمكن جربي هذا المواد، اي ثينك يو جوينغ تو لايك ات. فمن اول صف حسيت حالي انه اي ريلي لايك ذس كايند اوف دومين، وبعدين اي توك ات اجين ان جريد 12 اند اي لافد هاو يو نو اي كود بيلد اني ثينغ ذات اي وونتد يوزينغ كمبيوتر ساينس. فحيلا مشكله بكون انا عندي اياها بقدر اكتب لها انه ا سوليوشن جست يوزينغ كمبيوتر ساينس. فلما فتنا على الجامعة حسيت حالي إنه I'm really really enjoying the domain، وكمان I just felt like I wanted to keep elevating إنه on every level that I wanted to. فإنه حتى مثل من أول سنة كنت عم بقدم على internships على different companies because I really wanted to see what the domain was like and to try and explore it more. بس أكيد من أول سنة بيصيروا بيقولوا لك إنه لا you need more experience, you need more side projects. فمن أول سنة كنا حتى إنه مثل I just did some things on the side and I made games, I took some courses that helped me become better. لحتى إنه in my second year I did my first internship at Intel. ومن الأول ما اشتغلت بإنتل حسيت حالي إنه okay I can really use this field to really impact so many people in a very positive way. وأنا دائما بحس حالي إنه بدي أجرب to just reach my biggest my highest capability. I'm always challenging myself to be the best that I can be. And with computer science it's easy to do that. فالحمد لله إنه حسيت حالي in a domain that's open and welcoming to change. هون انا كمان بدي اقول يعني شغله ذكرتيها انه امك نصحتك انه تاخذي هذا المجال يعني بالاول بالمدرسه، وهذا الشيء منيح كمان مثال لكل الاشخاص اللي يعني عم يربوا كمان مراهقين انه يسمعوا منهم، يعني يسمعوا انه لما الام تعطي نصيحه وواحد بياخذ فيها. يعني هون انت فتفتي على مجال نصحتك فيه الوالده، وانت حسيتي حالك فعلا حابه تخوضي فيه للاخر. يعني هون كمان وجه تحيه للصديقه رندا كمان اللي نصحتك وحسيتي حالك كمان واجدي نفسك بهذا المجال. هون كمان بدي اقول انه انت بعدين فتي بمجال شركه كبيره وعالميه مثل انتل بتشتغل بالتكنولوجي، وبنعرف انه عالم التكنولوجي بحد ذاته عالم هائل، وبعدين بنضل بنقول بنركض وراها وبتركض قدامنا التكنولوجي، لانه كل يوم في تطور اكثر من يوم. فقديش فعلا قدرتي تحسي حالك قادره تفوتي بالتحديات بانتل مثلا، وحتى كمان لانك كمان عملتي مع اي بي ام كمان ما هيك انترنشيب ثانيه؟ إيه أنا إنه من أول يوم حسيت حالي I'm ready for the challenge. يعني ما إنه أكيد I was a bit nervous، بس من أول يوم حسيت حالي إنه whatever they're going to give me I'm going to try my best. والحمد لله مع إنتل إنه هن بيعرفوني أنا بعدني إنه طالبة بالجامعة وبعدها أول شركة عم بشتغل فيها، فنعطوني small tasks وشوي شوي صار يكبروا tasks to challenge me more. فأنا مثل ما قلت عم ضلنا عم نتعلم في كتير أشياء اللي أنا ما كنت بعرفهم بالجامعة تعلمتهم بالشغل. بس أهم شيء أنا لقيته بإنتل هو إنه أول ما بتبلش بيكون في شخص معك بالشغل يلي بيقولوا لك إنه هذا الشخص اللي فيك تروح لعنده تسأليه أسئلة، هذا الشخص اللي بيقدر يعلمك، you can go to your manager ask them any questions you have. فإن الحمد لله the support system يلي عطونا إياه بالشغل كتير ساعدنا إنه نتفوق. بس كمان لما خلصت my internship مع إنتل قالوا لنا نحن كتير حبيناك وبدنا إياك ترجع لعنا وترجع تشتغلي معنا for another internship next year. إيه. فلما أنا سألتهم طيب إنه
this is great. And what are the things that allowed you to think like this? Lule, no, صراحة أول شيء أكيد إنه you're the fact that you finished all the tasks that you have. نعم. ثاني شيء إنه the soft skills you have كانوا كتير مهمين. فthe fact إنه بتجي على الميتينج وتحكي بتسألي أسئلة تجي إنه حاضرة you have a PowerPoint presentation حتى إذا ما حدا سألك to have this PowerPoint presentation. فأنت عن جد علمني كيف you need to be proactive. ما فيني إذا my manager مثلا قالني أعمل شيء إجي وما أعمله يعني حتى إذا ما حد قالني لازم إجي prepared وهذا إنه this this مثل approach عن جد ساعدني ب IBM وبالجامعة وحتى بالإنه الشغل مع الطلاب والcommunity service فإنه I learned a lot of very important lessons وهذا شيء مهم يعني هون كنت عم تتعلمي بالجامعة والطبقي بالشغل وبالعكس كمان تتعلمي بالشغل والطبقي بالجامعة وهون قدرتي كمان تشتغلي كنشاط طلابي كمان مع زملائك بالجامعة وتقدري أيضا أنت تصيري تعطيهم مثل workshops كمان لقلهم داخل الجامعة وتخلقي كمان clubs لقليك لهم علاقة إن كان بالنشاط الطلابي يعني كمان أنتو كأصحاب وإن كان كمان على صعيد أنه تعطيهم workshops بالتكنولوجي قديش هيدا شيء كمان خلق لك يعني حياة كنت كل وقت أكيد فيها عم تركضي يعني بين الدرس وبين workshops وكل هدول الأمور يعني كمان كيف قدرت تعملي balance بوقتك Hello, the way I did it was, you know, حسيت that the things that I was doing for the students, they were just another course for me that I was very passionate about. يعني ولا مرة حسيت حالي إنه عم بعمل شيء because I have to. بالقلب كنت إنه to go to the club events, كنت to prepare the presentations, لل workshops because I really cared about it. Especially when it comes to, you know, the student union with the clubs that we were doing. أنا اشتركت فيهم عشان حسيت إنه كان في نقص بالcommunity. حسيت إنه the work that I could do رح يقدر يمكن يساعد الناس الطلاب اللي معي. فمثل when it comes to the women's computer science club كنا أنا ورفيقتي جاستين عم نحكي وحسينا إنه ما في كتير بنات معنا بالبروغرام بس وهيك ما حسين حالنا إنه عنا a community اللي فينا نعمل that we have good social bonds in. فقلنا okay, we'll create this club اسمه Hello Girl. مرتين بالشهر نلتقي نحكي نروح نتعشى مع بعض. We go to hackathons together يلي هن weekends where you create your own project. كان عندنا online groups نسأل بعض أسئلة نسأل بعض عن interview advice and وبعدين صرنا إنه كتير صرنا رفقة وبعدين كتير انبسطنا وحسينا حالنا مع إنه نحنا we're women in a field that might not have a lot of women in it. We felt very empowered. We had a very strong support system. صحيح. بس بعدين لاحظنا إنه مع إنه it's important to have inclusivity يعني الناس to be accepting of more women in the program. صحيح. بس نجرب نقول البنات لازم كمان نجرب بنقول للناس اللي حوالينا إنه you should be more accepting that كل مرة in your program. So that was why I joined the Computer Science Student Union. وحسيت حالي إنه it's my duty to try and make people more, just more inclusive and more accepting. فمش هيك I became the co-head of the orientation. And orientation is the day لما التلاميذ أول مرة بيجوا على الجامعة they get introduced to the computer science program. So on that day, حكيناهم عن the importance of الاحترام والinclusivity. بعدين we told them about a lot of different important ways that and things you can do in computer science. بعدين after we went along, صرنا نغير ال office لصرنا نقول إنه you have a code of conduct. ما فيكن تكونوا disrespectful. ما فيكن تقولوا نكت اللي يمكن تجرح مشاعر الشخص اللي قاعد بهذا ال office because الجماعة نفسها عنده rules وعنده إنه standards that you need to uphold. فالحمد لله إنه شوي شوي صاروا أكثر ناس جديدة تجي على الأوفيس صار شخص يفوت على الأوفيس يلاقي حدا عم يسلم عليه ويصير يحس حاله إنه هو عن جد he's welcome. فكل الأشياء شوي شوي إنه they really help the program become more inclusive and the community become stronger. And it was always something I was very passionate about. بس حتى أنا يعني أنا تعلمت computer science بgrade 11 مثل ما قلت لك أنا ما كنت عارفينه that it existed والشيء الفظيع عن computer science إنه فيك تطبقيه على any different discipline أنا كثير I'm interested in psychology and in cognitive science فمع computer science فيك تشتغلي بالmachine learning artificial intelligence صحيح to combine these things أنا I thought it would be amazing to be able to teach students وعلمهم الكمبيوتر ساينس
إذا هني من قبل يمكن ما كانوا بهذا الدومين. عشان هيك صرت أعمل programming workshops والتلاميذ بيجوا من healthcare, من business, من engineering اللي إذا ما كانوا ياخدين computer science courses, ويصيروا يقولوا لي إنه نحن إنه هول الأشياء عم نتعلمهم وصرنا عم نستعملهم بالشغل. Thank you for this workshop. فأنا I use the workshops as a chance لمثل عرف التلاميذ اللي حوالي عن الكمبيوتر ساينس ليقدروا hopefully إنه to combine them with their domains. صحيح. هذا هو الشيء المهم فعلا. يعني هون لما عم نحكي انه يعني مثل ما قلتي يعني اهم شيء عم تشتغلي عليك انت كمان women empowerment اللي هو كتير اساسي لحتى واحد ما بقى يحط تاجينج انه لا المراه ما لها علاقه بالتكنولوجي, لا هذا عمل رجل اكثر, وما حدا يحس حاله اهم من حدا, كلهم يحسوا حالهم مع بعضهم. وهون دخلتي كمان يعني كمان قصص بالنسبه لعلم النفس, يعني كمان لحتى يحسوا حالهم كل شخص انه الكمبيوتر منه كمبيوتر بس آلة لحاله بس واحد انه ما لها علاقه بشيء, بالعكس هي مرتبطه بكل مجال وبكل شخص بحياته ممكن تفيده اكيد على طريقته الخاصه. هون كمان بدي اقول انه يعني واحد يعني مثل ما قلنا اشتغلتي وكبرتي حالك بقلب الجامعه مع الانترنشيبس, بس بالاخر كمان يعني بتحسي حالك قديش انه عملتي انجاز كبير وقت تخرجتي, وايضا وصلتي لحتى تكوني يكون تتم تكريمك كمان من قبل الرئيس جوستان ترودو يعني كمان هون. وهذا الشيء فعلا واحد بيفرح فيه كثير لما بيشوف انه قديش عم بيتم تكريم طالبة صبية مثلك من قبل هالشخص اللي فعلا نحن بنحترمه كثير. صح. فالحمد لله لما قالوا لي انه I was nominated for this event, I was so grateful انه عم بياخذوا من وقتهم انه يكرموا and to support الطلاب اللي عم بيعملوا اشياء انه منيحه للدوله وللتلاميذ. يعني انا بحس انه the fact that they're supporting and they're encouraging to love is going to allow more and more students to create more clubs, لا يصيروا انه يجربوا يطوروا انه يتطوروا بمجالهم بس كمان بـ the student culture. فالحمد لله it was an amazing opportunity. وكمان لما قالوا لي انه اوكي لازم حتى لازم تكتبي انه a speech ولازم to talk to all of the students in across Canada, so I didn't فكر انه what are the messages that I want to point across. كمان قلت لحالي لازم انه احكي عن لبنان ولازم انه to tell them انه انا الحمد لله وصلت لهالمرحله, بس وصلت لهالمرحله وانا من مربيت هون. فالشخص بيقدر انه يجي على كندا ويشتغل ويجرب يطور ويتطور وبعدين يقدر يوصل لهالمرحله وين بيتكرم وبيكرم الناس اللي حواليه كمان. ف اكيد great opportunity الحمد لله. اكيد هلا نحن رح نشوف كمان هلا شوي مشاهد من السبيتش تبعك اللي عملتيه وقتها بقدام جوستان ترودو, كمان هو كيف بعدين علق يعني كمان على كلامك. انما ايضا انا هون اذا بدي اقول انت الرساله اللي وصلتيها للاشخاص اللي كانوا عم يحضروكي وقت التخرج وقت هذا السبيتش تبعك اللي القيتيه عند جوستان ترودو, وايضا الرساله اللي بتحبي توجهيها كنت لكل الطلاب اللبنانيين والعرب ايضا انه قديش يكون عندهم فعلا امل بنفسهم وثقه بنفسهم انه قادرين يحققوا كل شيء وين ما كان. صح. هلا انا the biggest message انا كم بدي اوصل للطلاب انه مع انه هلا it's a very difficult time, ما فينا to give up. يعني لازم نجرب ونشتغل على حالنا ونجرب نحسن العالم اللي حوالينا, and إذا الأشياء صارت أصعب, إذا حسينا حالنا إنه ب point in our lives اللي we can't rise back up, لازم نجرب to push back. عشان أكيد إنه النقلة على كندا كانت صعبة, كان لازم نتعود على حياة جديدة, وكان لازم حتى نتعود على طريقة مدرسة جديدة وعلى كورسات جديدة. بس كمان لما أنا تخرجت من الجامعة صار الناس يقولوا لي إنه بس البنات ما لازم تعمل كمبيوتر ساينس, ما بيلبق لك, فوتي بالفيلم والميديا أحسن لك إنه تعمل هيك شيء. بس الحمد لله عائلتي ولا مرة قالت لي هالشيء, وعائلتي دايما قالت لي لا فوتي كمبيوتر ساينس بالقلب, نحن كتير منشجعك. فحسيت إنه لازم إنه أنا المسج اللي بتوصله للطلاب هو إنه دايما رح يكون في ناس عم بيقولوا لكم إن أنتم ما فيكم تعملوا شيء أو إن أنتم you don't fit a certain box, بس ما فينا نحن نخلي هول الناس إنه to dictate our narrative. لازم نقولهم أنا this is what I want to do, this is what I believe in, and even if I'm put down I can rise back up and push forward. يعني أكيد إنه حتى مع إنه working with different companies وهيك there's always going to be hardship. يعني حتى you apply to an internship يقولوا لك لا sorry you're not what we want, who or who we want
to work with. بس ما فينا نقول آه ما بدهم يشتغلوا معي، ما لازم أشتغل computer science، ما رح يكون عندي شغل. لا، لازم نقول أوكي كيف فيني أطور حالي، كيف فيني أتحسن، ونرجع نقدم، ونرجع to go above and beyond to be the best us we can be. فهذا إنه هذه الرسالة كان جات كم بدي أوصلها للطلاب. بس رسالة تانية كم تانية كم بدي أوصلها للطلاب، اللي هي إنه نحنا we have a responsibility. صحيح. نحن بعد يمكن 10 سنين أو 20 سنة we're going to be the decision makers. نحن نكون قبل بديكن هلأ بدغري من هلأ تبلشوا تكونوا decision makers، لأنه أنتوا الجيل اللي نحن كلنا عنا ثقة فيه، ونحن فعلا حاسين حالنا قادرين أنه نشعر أنه هو يمكن يكون قادر يشيل الحمل الثقيل اللي هو موجود حاليا. يعني نحن بالعكس بدنا يكون قبل، يعني إذا من هلأ لسنة سنتين قادرين تشيلوا الحمل، بالعكس يعني العالم كله بحاجة لأشخاص مثلكم. إيه صح، and that's the thing، إنه لازم نحنا إذا نلاقي مشكلة لازم نوقف ولازم نجرب نغير النارتيف ونجرب نحسن. يعني مثل right now أنا الشيء تعلمته بالجامعة هو إنه إذا لقيت مشكلة ما فينا أنطر شخص تاني يجي ويزبط لي إياها. إذا أنا لقيت إنه there is مثل an issue with the community أو an issue with إنه there being enough education for people in computer science، إنه للطلاب اللي يمكن مش in computer science، ما فينا بس أنطر أقول أوكي يلا حدا تاني اللي بيجي بيزبطها. أنا لازم أكون الشخص اللي رح أقول أوكي يلا شو فينا أعمل، شو فينا زبط. وكمان الشيء اللي تعلمته هو إنه ما فينا أعمل شيء لحالي. كل شيء اللي أنا عملته بالجامعة هو عشان لقيت أشخاص تانية يلي they're passionate as me، يلي قالوا أوكي نحنا كمان بدنا نعمل هيك، نحنا كمان بدنا نحسن نطور. فإنه أنا بس كم أقول للطلاب إنه أول شيء لازم to be resilient، فلازم إنه دايماً لازم دائما نجرب انه to rise back up لما صحيح. بس كمان لازم نكون الناس يلي اذا حسينا انه في شيء غلط عم بيصير قدامنا لازم نجرب نغيره، ولازم نجرب be the change that we want to be. صحيح. The message was from... انا بدي اقول هلا انت وين بدك تفوتي هلا بعدين، شو حتشتغلي هلا باي شركه؟ لانه اسم الله عندك شركات كثيره اشتغلتي معهم كانترشيبس، واكيد كل واحده منهم ناطرتك لترجعي لعندها. وين راح يكون الخيار هلا تبعك، وقديش راح تضلك كمان على الارض بعملك مع الاشخاص الاخرين، يعني كنوادي كنشاطات كمان بالنسبه للوركشوبس مع التلاميذ الجديد، قديش راح تقدر تقسمي وقتك كمان هلا من بعد ما تخرجتي؟ هلا انا another club that I'm in is the undergraduate club for artificial intelligence. هذا الكلب هو يلي بيجرب عشان كمان في كمبيوتر ساينس، بس كمان في مثل العلم الاصطناعي اللي هو انه it's a domain يلي كتير عم بتطور بسرعة. فنحنا I'm in this club عشان عم نجرب نعطي التلاميذ بأول سنة وثاني سنة بالكمبيوتر ساينس more exposure to هذا المجال. بعد ما بشتغل معه هلا والحمد لله انه كتير عم نجرب نعمل شغل that also uses artificial intelligence for the better. فهلا عم نعمل مثل a competition لنشوف كيف تقدر تعملوا العمل الاصطناعي for climate change and for how to cure pandemics, how to cure or how to reduce electricity usage. فهذا الشيء عم بشتغل عليه هلا over the summer. وكمان last year مثل كنت عم بشتغل على a course مع رفقاتي لنعلم the first to second years عن artificial intelligence. فهذا كان غير ال workshops اللي عملناهم لل students من برات computer science. فأنا بحس إنه ال involvement مع التلاميذ وال education وال accessibility هذا الشيء رح إنه أخده معي إنه moving forward. especially أنا هلأ فيتة على my masters in September. فكمان بالماسترز you need to be able to be a teaching assistant والبروفيسورز بالجامعة مع الطلاب. ف I'm very excited to be able to teach students more and spread that with them. بس هيدا بتصور يعني يمكن هيدا المجال بتصور رح تلمعي فيه أكثر من أنه تشتغلي حتى مع شركة بالتكنولوجي، لأنه هون الطلاب رح يكونوا عم يستفيدوا منك أكثر كمان، لأنه أنت بتحبي كتير تفوتي بالمجال الأكاديمي، وهذا شيء رح تلمعي فيه أكيد بشكل كتير كبير. أنا بالختام أول شيء بدي بارك لك أكيد بالجوائز العديدة اللي حستي عليها، وأيضا بدي أقول أنه أنت كمان يعني قديش بعدك معنية بالمواضيع اللي عم بتصير بلبنان. يعني بنعرف أنه نحن مثلا نعتبر أنه ثوار أو ثورة 17 تشرين اللي صارت السنة الماضية كان الجيل الجديد هو اللي عم بيقوم فيها، وهو اللي قدر فعلا يعمل فرق. للأسف تسيست بعدين وفت فيها زعران وغيرها كتير، بس هن فعلا الأمل الكبير اللي نحن حاسينه. وانت بتقولي لأنك جاي من لبنان كمان عندك هالشي جواتك كمان أيضا، قديش بعدك بتحسي حالك كمان بتواصل مع لبنان كمان؟
انا انه هلا نحن كل سنه بنرجع على لبنان، وعن جد لبنان رح يضلوا عنده a very special part انه part in me، عشان no matter where I go لبنان will always also be my home. يعني كندا is my home but لبنان will also be. And انا I think انه مثل ما قلتي we need to be able to, اذا في شيء يعني نحن منا مبسوطين منه بلبنان we need to be able to try and ask and work towards getting better resources, getting more things that we are happy with. عشان انه sadly نحن تركنا لبنان عشان لما كنا صغار it was just a very unstable place for us to live in. صحيح. انه اكيد it's something that is very heartbreaking انه I'm not there right now to fight that fight. بس ان شاء الله انه it's in different ways I'll be able to contribute in any way that I can. بس لا I really think انه لبنان بكندا anywhere with any form of social change it's going to be difficult. بس لازم نجرب to push that forward in any way that we can. اكيد نحن اول شيء يعني انت فخر للبنان حتى لو كنت مش موجوده بلبنان، فعلا نحن كثير فخورين فيك لانك صبيه بهالعمر عندك هالحماس وعندك هالنشاط وقادره فعلا تحقق الكثير، وهذا شيء فعلا راح يكون مثال لكثير من الاشخاص الصبايا وايضا الشباب بعمرك واللي هن فعلا بيقدروا يحققوا كل شيء اذا حطوا هالشيء براسهم. انا بدي اقول لك برافو، يعطيك الف عافيه، وفعلا نحن فخورين فيك. نحن كاهل كمان بنشعر قديش فعلا نعرف قديش المجهود بيكون كتير كبير من قبل أهلك، وأيضاً الثقل الكبير عليك والمسؤولية جاية كمان مثل ما بلشتيها، وبقول لك كمان كل التوفيق، وإن شاء الله بيكون عنا لقاءات تانية كمان بتكون عم نتابع كمان نشاطاتك على صعيد Artificial Intelligence والWorkshops وغيرها من الأمور. شكراً كتير لك لانا، ويعطيك ألف عافية. Thank you. الله يعافيك. يلا have a good day. Thank you. أنت كمان أكيد تحياتنا لأهلك، أكيد لأمك وبيك، وأكيد لحتى تحضروا هاللقاء مع خريجة الكمبيوتر ساينس والكوجنيتيف ساينس لالا سانيورا. فيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لألي غيدا مجذوب، وأيضا تتابعوا كل اللقاءات الأخرى لألي، وأنا بشوفكم بلقاء جديد.